كل سنة وانتم طيبين ومعاكم أماني سالم، وإن شاء الله عيد سعيد لكل متابعيني وحبايبي. إيه رأيكم يا جماعة في الشكلمة بتاعتنا؟ عملناها ولا أجدع حلواني؟ يلا بينا مع بعض نشوف عملناها إزاي بطريقة سهلة جدا 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 والطعم خيال. يلا بينا مع بعض نشوف عملناها إزاي ومقادير بسيطة على الآخر. كل سنة وانتم طيبين ومعاكم أماني سالم. النهاردة هنعمل الشكلمة بطريقة حلوة جدا وطعمها لا يوصف. يلا بينا مع بعض شوف المقادير. هنسمي بالله المقادير بتاعتنا كوباية سكر وكوباية الا ربع لبن، المقادير المظبوطة اللي هتطلع لك الشكلمة معاكي جميلة، وتلات معالق زبدة. حطي الزبدة ما تحطيش السمنة، الزبدة بتفرق خالص في الشكلمة وبتحطها في حتة تانية خالص. خلاص بصي بقى يا ستي، هنجيب معانا كسرولة صغيرة ما تكبرهاش، يعني الكسرولة تبقى صغيرة عشان المقادير بتاعتنا صغيرة. هنحط كوباية الا ربع اللبن وكوباية السكر، واحط الثلاث معالق الزبده بتاعتي على نفس المقدار. خلاص بس خلي بالك لازم تحطي زبده ما تحطيش سمنه، الزبده بتخلي الشكلمه في حته تانية خالص. وهناخد كل المقدار نحطه على النار بس عشان الزبده تسيح، ونبتدي بقى مقدار جوز الهند. معايا 3 كوبايات جوز الهند من الناعم، ما تجيبوش خشن عشان ده سر نجاح الوصفه. طبعا خلاص الزبده بقى ساحت مع المكونات بتاعتي وسبتها تبرد شويه، وابتدي بقى احط معايا 3 كوبايات جوز الهند، ومعايا على خلطة جوز الهند معايا معلقتين دقيق من معالق الأكل بتاعتنا، شايفة؟ ودي تاني معلقة ومعلقة نشا. شايفة مكونات سهلة جدا ازاي وبسيطة، وطرطوفة صغيرة جدا من البيكنج باودر ما تكتريش، يعني بصي طرف المعلقة. وابتدي احط مقدار البيض بتاعي. يا جماعة المقدار ده بيضتين، معلش الفيديو مني اتحذف، هو بيضتين على المقدار. وحط معانا الفانيليا، وهنقلب كل المقادير كلها على بعض لحد ما تتجانس. شايفة بقى العجينة بتاعتنا محتاجة حبة لبن صغيرة، بحط جنبي ربع كوبات لبن احتياطي. العجينة لازم تبقى سايلة، مش سايلة قوي لا، تبقى يعني لينة شوية. شايفة لقيتها محتاجة تاني، احط معلقتين لبن ما تكتريش، هو بس معلقتين، لحد ما العجينة معايا الاقيها طرية واقدر اشكلها. وشايفة ده سمك العجينة بتاعتنا. يلا بقى نبتدي هنشكل العجينة ونشوف هنعمل ايه. ومعانا جايبين بلبله بالشكل ده، عشان نبتدي بقى نشكل الشكلمه بتاعتنا لازم تبقى البلبله بالشكل ده. ومعايا كيس حلواني، ده بيتباع في عند مستلزمات الحلويات بيجيني يعني، بس حلو جدا بتعملي بيه حاجات كتير كتير منه. خلاص هقصه بقى بالمقص على قد البلبله بتاعتنا ونبتدي بقى نشكل. ويلا مع بعض شوف هنعمل ايه. وهبتدي نشكل معايا الشكلمة بتاعتنا. شايفة هنسمي بالله وبنشكلها، شايفة شكلها عامل ازاي؟ هي بتبقى مفرولة معايا وهي نازلة من البلبلة، ده شيء عادي جدا ما تتفاجعيش تقولي دلوقتي كده بايظة، لا هي بتنزل كده بالظبط، وانتي بقى تساويها بأطراف صوابعك. شايفة اقعد بططي عليها علشان ما تغيريش الشكل ويطلع زي الشكل اللي انت شفتيه كده بالظبط. هي بتنزل كده شايفة، وبتديش بقى لو حاجة كده وقعت منك تساويها بأطراف صوابعك مش تبططي عليها. وهنخلص كل الكمية، شايفة ما شاء الله خلصناها، والتسوية على درجة حرارة 145 وفي النص. واول ما تلاقي كده الشكلمة احمرت تفتحي الشواية، وده الشكل النهائي بعد الشكلمة بتاعتنا ما استوت. ما شاء الله على الجمال، شايفة بقى الشكل رائع جدا جدا، والطعم كمان بقى حكاية، هتعمليها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وده شكل الشكلمة بتاعتنا، ناشفة من فوق وطرية من جوه. شايفة ما شاء الله شكلها حلو ازاي. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على كل المتابعين، ويا رب لو الوصفة عجبتكم اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات والشير والدعوات من القلب للقلب. وكان معاكم أماني سالم، وان شاء الله بألف هنا وعافية.